في البريلافمون انا جيتي لا بروميير بار اول افرنيه انا المراه الوحيده فما معايا زميل راجل من المراه الوحيده ديجا برشا زملاء ما قبلوش يا اخي. في كل حمله نعملها لازم فيها الكمامات وفيها الجيل المعقم اليدين. عملنا حملات توعيه مع المواطنين مع السيارات مع المواطنين الماشيين معناتها يقضي واللي يقضي اللي داخل يقرا. مشينا المدارس مشينا كلهم حاولت معناتها باللي نقدر مني وعيت ومني وفرت للي ما يقدرش الكمامات والجيل المعقم. كانت خدمه خاصه جدا عملنا ما بيوسعنا ان نحميو ابائنا وامهاتنا المسنين في المراكز الخاصه والعموميه وايضا المقيمين في منازلهم. حاولنا ان منوبه تحقق صفر اصابات وصفر وفيات في المسنين. جينا من جانفي 2020 في المطار نعمل ديبيستاج نتاع لي باساجير داخلين تونس من الكاميرا تيرميك وقتها نعمل 24 ساعه عادي كأي أكت معناه تجي الخدمة. إيه التحرير هذاك ما نقولش فضت الألف. العائلة ما كانوش من الأول ياسر متفاهمين خاطر كيما قلت معناتها الناس الكل خايفين. من بعديكا لو فات لي واحد خرج سيء قلنا معناتها أنا ومعناتها برشا كيفي المتطوعين ما عادش تولي تخمم في روحك. خفنا الناس الكل من الكورونا، خفنا على عائلاتنا ما يتحطينا في وضعيات اللي احنا يلزمنا نخاف عليهم هما قبل رويحنا. هما فئه هشه صحتهم هشه ينجموا الله لا يقدر اقل اصابه تنجم تفتك بمركز كامل ولا تنجم تفتك باداره كامله. تصير لنا برشا اشكاليات باش تجي اونتوني ما يحبكش تجي بالامبيلونس كاينني معناها حاجه حاجه نبيها. شفت في فمنا علينا قد في قدام داري عملوا ليفته